خاصة تميزت بالفن الراقي والأداء المتميز وتعدد المقامات في فن تجويد القرآن الكريم. مدرسة ما خرجت إلا قارئين جليلين وهما آل الشحات الكرام. آيات مسك الختام نسعد بها مع العلم القرآني الإذاعي الشهير نيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، يتلو على عزام حضراتكم بما تيسر له من آيات الذكر الحكيم، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق
بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah.
فلا وما بسم الله
والشمس وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا أغشاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا صدق